نروح بقى لقصة تانية وغريبة الحقيقة، قصة عجيبة جدا. امبارح شاب تلاتيني طلع قمة هرم خوفو واقتلع المفروض زي فيه خلينا نقول علامة حجرية كده بيقيسوا من خلالها الارتفاع. والمهم مش بس كده، راح رميها وبعد كده قعد يرمي حجارة على الزائرين في المنطقة الأثرية دي مدة ساعتين. طبعا الأجهزة الأمنية بتحقق معاه دلوقتي وتم القبض عليه، لكن طبعا كان في فيديوهات للشاب ده، وطبعا شيء غريب ومستهجن، ويعني الواحد مش لاقي كلام ممكن يقوله في واحد مختل عقليا. هو يا مختل عقليا يا تعاطى متعاطي حاجه، يعني واضح ان ده تصرف غير واعي يعني. قمه الهرم وقعد لمده ساعتين ومش عارفين يوصلوا له لغايه ما تمكنوا ان هم ينزلوا. احنا معانا على الهاتف الدكتور مصطفى وزير، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. اهلا بيك يا فندم، نورتنا صباح الورد. ويعني احنا كنا لسه شايفين وقع برضو مش طبعا بنفس النسق، بس وقع طبعا الشاب اللي طلع فوق الهرم واتقال ساعتها طبعا فيديو اباحي وغيره. يعني ازاي بتتكرر الاحداث دي يا فندم؟ ازاي ممكن حد يقدر يطلع فوق قمه الهرم من غير ما يتم ملاحظته؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، منور. اللي حصل امبارح القصه، انتوا عارفين طبعا منطقه اثار الهرم بتفتح الساعه 7 صباحا. على الساعة 7 وربع 7 وثلث كده تقريبا دخل الشاب المصري، قطع تذكرة عادية زي أي زائر، راح ناحية الهرم الأكبر. عارفين طبعا حضراتكم رحتوا أكثر من مرة منطقة الهرم ودخلتوا الهرم من جوه، فبتعرف عشان تدخل الهرم من جوه بتتسلق سلالم عشان تدخل الهرم. هو تسلق السلالم العادية خالص كأي زائر، وبدل ما يدخل الهرم اتجه فورا ناحية الشمالية الغربية وابتدى يتسلق درجين. افراد الامن وشرطه سياحه الاثار ابتدوا يندهوا عليه، يا باشمهندس يا استاذ يا اي حاجه، المهم لن يلتفت. تقدموا عليه شويه، ابتدى يلقي عليهم بعض الحجاره الصغيره خوفا على حياته، خوفا على حياتهم عشان ما يحصلش احتكاكهم على جسم الهرم، ما كانتش هتبقى لطيفه. المهم ان هو استمر في التسلق لغايه لما وصل لغايه فوق، وصل لغايه فوق في ساري خشب. ده بيحدد ارتفاع الهرم الاصلي، وده حاجه حديثه احنا بنعمله كل تقريبا 10 سنين او 15 سنه لما يتكسر او يتلف. المهم قام بنزع جزء من ساري الخشب والقاه من فوق خوفا من نعرض اي حياه حد للخطر. انتظرنا من الناحيه الجنوبيه ناحيه ما تسمى بمراكب خوفو او مراكب الشمس ساعه وشويه، ابتدى ينزل يقف ثاني على ناحيه الوسط الثلث الاخير. اول ما ابتدى يقرب لغايه تحت اتجه للناحيه الجنوبيه الغربيه، وكنا جميعا في شرف انتظار وشرطه السياحه والاثار افراد الامن المفتشين الاثار. ومجرد ما نزل تم القبض عليه، وشرطه السياحه والاثار خدته على اسم شرطه السياحه والاثار في الهرم. طب تم الكشف على قواه العقليه يا دكتور؟ هو الحقيقه ده 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 السيكونس اللي حصل بالظبط. ابتدى يسالوه انت ايه، انا 27 سنه، اسمي اسمك ايه، اسم طبيعتي، الكلام ده لسه ما كانش مؤكد طبعا في لحظتها. اشتغل مدرب سباحه تقريبا يعني، يقال ان هو مدرب بالظبط كده، يقال له مدرب سياحه. خدوه واتعملت الاجراءات القانونيه ضده وترحل للنيابه. النيابه بقى وشانها هتشوف هل هتبعته على الطب الشرعي للكشف عنه احد المستشفيات النفسيه او الصحيه. الكلام ده كله يعني لسه صادق لاوانه، الموضوع في ايد النيابه العامه لاعمال شؤونها، احنا مش هنتدخل في هذا الموضوع. لكن عايز اقول انه ما كانش في تقصير من شرطه السياحه والاثار ولا من افراد الامن، هو غفلهم في لحظه كده وحضرتك وضحت لا ممكن اشتباكي الا يودي بحياته الا بيودي حياه شا يعني لا مفهوم. وخلينا نقول يعني ان موقف زي كده ممكن يحصل في اي مكان في العالم، دي ملهاش علاقه اي حته في العالم، وعند حضرتك حق تماما. وانا استغل الفرصه في برنامج صباح الورد معاكم انتوا الاثنين، صحيح ان انا عايز اقول يوم السبت القادم. ايوه ده الاهم، 4/5 ده الاهم. ده الاهم طبعا، دي حادثه مش هتوقف عندها كتير. زي ما حضرتك لاحظت يا استاذ حسام انه في السنتين الاخاره من 2017 شفات كتيره ما شاء الله، اداره الاثار عامله حاله طبعا، عامله حاله في العالم، من افتتاحات ومن اكتشافات ومن اعمال ترميم ومن تماثيل رمسيس الاثنين ومن مسلات وعلى مستوى ده الجمهورية. باين مش محتاجين نقوله يا فندم، ده باين طبعا. ده تمام. فان شاء الله بننهي الموسم الشتوي، بننهي الموسم الشتوي بكشف جميل في الهرم. مش كده وبس، احنا تم دعوه القنوات العالميه والمحليه والصحافه المحليه والعالميه بكل شرفنا بالحضور. هنبدا الساعه 9 صباحا باذن الله تعالى في المدخل الجديد من ناحيه الفيوم لمنطقه الاهرامات. هنتوقف عند مركز زوار، هنستمع لشرح كده جميل جدا، مركز زوار عباره عن ايه،
ايه الشاشات اللي هتتعمل فيه، ايه الاسباب الى اخره. هتاخد هتستغرق تقريبا نص ساعه، ثم هنتوجه لمكان الكشف. مكان الكشف هناك معالي وزير الاثار الدكتور خالد العدالي هيقوم باعلان الكشف عن هذه المقبره. مقبره برضه؟ نعم فندم، مقبره برضه. مقبره، كشف عن مقبره في احنا لسه في مستكشفين واحده من اكبر مقابر العالم، فاحنا عندنا بقى احنا ما بطلناش. عند سعادتك حق، احنا ما بطلناش. الحمد لله احنا بدانا، لو تفتكر حضرتك والاستاذه مها، في 2017 كان عندنا 5 بعثات مصريه. في 2018 ارتفع العدد الى 25 بعثه مصريه خالصه. الحمد لله احنا بنتكلم في 2019 عندنا 40 بعثه بتعمل على مستوى الجمهوريه والحمد لله. طب الكشف ده بعثه مصريه ولا اجنبيه؟ احنا انا بتكلم على البعثات المصريه فقط. اوكي. فكل الاكتشافات اللي اتكلمنا عليها في 2017 و18 و19 كلها تمت بايادي مصريه خالصه وبعثات. كان لي الشرف ان انا ابقى رئيس هذه البعثه المصريه. احنا بنحيي حضرتك، بنحيي كل الايادي المصريه الخالصه. ومن وجهه نظر حضرتك بتشوف ايه دلاله هذا النشاط يعني في اكتشاف الاثار امام العالم؟ يعني دي دلالته ايه؟ ايه انعكاساته؟ عايزين نوضح ده للمشاهدين اكتر. استاذ بها، ما ننساش حضرتك ان قبل 2011 احنا بنتكلم في لغايه 2010 كان موسم سياحي حلو، كان اكتشافاتنا وافتتاحاتنا واحتفالاتنا حاجه كانت مسمعه في العالم كله. بعد ما قامت الثوره في 2011 كمجلس اعلى اثار او كوزاره الاثار، احنا ما كانش عندنا فلوس عشان نقوم باعمال الحفائر والترميمات اللازمه. فتوقفنا في 2011 و12 و13 و15 و16 لغايه يناير 2017 ابتدت يعني شويه نمتت فلوس لنا من عائد السياحه. فابتدينا على الفور باكتشافات وافتتاحات وترميمات والى اخره. طبعا ما ننساش ان الكلام ده كله بيبين قوه مصر الناعمه وهي وزاره الاثار. ما ننساش ان ده له عائد مهم جدا لعوده السياحه تصادف عائدها. الكلام ده في منتهى الاهميه، وده فعلا احنا بنتكلم في نوع من انواع السائحين او السائرين يسمى الريزيتر. يعني ايه؟ يعني جه مصر قبل كده وزار مثلا منطقه الاقصر، لكن سمع ان في كشف جديد في منطقه الاقصر، فيقول انا هرجع تاني عشان ازور الكشف الجديد. وفي نوع من انواع الزائرين او السائحين يهتم بزياره الاكتشافات الاثريه الحديثه، فده برضه نوع من انواع الترويج السياحه وعوده السياحه تصادف عائدها. بس قبل ما نختم حضرتك، ما قلتلناش اسم المقبره عشان عايزين نقول كده خبر حلو. ده عشان ما سمعتش ايه؟ ما قلتلناش حضرتك بس اسم المقبره اللي هيتم الاعلان عن اكتشافها. باسم الله تعالى صباح ده السبت لما حضرتك تنورنا او الاستاذه مها، يا ريت تشرفونا. ما عايزين نغش بس، احنا نفسنا نيجي جدا. احنا جاهزين للدعوه. يا ريت تنورونا، وساعتها هنعلن مين هو صاحب المقبره، يرجع لانهي فتره، وايه اللغه. كنا عايزين نخش معلومه بس. طب معلومه واحده، صباح الورد واحده كده. صباح الورد والاستاذ حسام، وصباح الورد عليك يا استاذ صباح. وانا في شرف انتظاركم باذن الله تعالى السبت صباحا. ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر بخير. كل سنه حضرتك طيب. دكتور مصطفى، وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار.